الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحي نوسود تشيي الدين دما استران ولقيه لي وحا دويدين ويكوها قاقيسو يوحى آخرين كبت بادين ديننا تستي ودكست هو ناكسن والله مرا مصالح الدنيا والآخرة وناقية دي خير الدنيا يكو آخرة ديننا ودكتي ودكست هو الشر فساد الدنيا دينا ما آخرة دينا نقارسين إيسا وحكم إذا الرماها دباتوين كودو أي بدنيهين دين الإسلام إن بدن دتك يوجد دكتي سيابك لدونا يوجد دكتي أمر الشائعات وحي علم ذكما قعابان الشائعات أما الإشاعات أو وررك بلشدة كود حفافة وررك بلشدة كود حفافة بنتها أما ورر أن له بصن أما ورر فافتان كود ودتك الدين تود أما الدنيا دود وفسادني روني حقيقة بها هادان ورر كاسي وحيا لين يدتك الدين تود يكوحرنا أنت إلهي سبحانه وتعالى يكوحريهين أما وحيا لين يعرض قود إيا شرف تود يدك تود أما بسدتك كالقين يو تفرار وقيا اسمان داف نحن قايه ودتك استعلاك للدلائية أما سبب أن غنكرا نبت قل يدر دل يد قال إنه دعاه ورك الصاب أن قنايا دتك نفتو دا إلا تشرا حوله دا إنسي حق درا لقاتو عرض قد يشرفتو دا مالي لقا دعاه إسلام كوحو كدقي سيدين إن بدل مقالي النميمة وإسكو الدير كددك ورسولك عليه الصلاة والسلام وحرسى مسلم كوريا صحيح سلا يدخل الجنة قطات أي النمام مدر الدرالاء وكل الدلاهي تشند قلي مايو هدانو تشند قلي نهالك وقلي والنار رسولك مركو صومري لبقى بري وحري إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس لبدا قبري ددك كتشرة والعذابية وحوين ما هو حلق عذابية ويقل لوينة أما كتقستي سوايا دكتاي متكود نجاسة وكاددو هاي كمتاي بانسك دور تشرين كاللبادنا درد درالة يوددك لدحقان تشرين وين اوغنا هاي شاعات كو حكم دا يا ورر كفاف بينتا سي غود بو اسلام كو بينتا او گدگي سي گارنا و خو گدگي الكذب الذي يبلغ الافاق بينتا مشرق يا مغرب كدحدي ددك اد غو دحفافتا و يا دبكيد يا رادكيد وا كو ياهي بينتا تيرا كوبان يا مسافه يا مساحه بدل او كوبان گادا وبخاري وكوري صحيح في كتاب تعبير الرؤيا من حديث سمرة رضي الله عنه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الرسولك عليه الصلاة والسلام هبين لبما لقاي كحيين وحي لتصيح كم يدهايد قف فردية ومتكلانة ولدو التاقية هاي مقص وقول الكوكوش يا حي إلا قداتك إش إلا قداتك سنك الدلكي سيلا قداتك لين عكلامر كووري قديني عيهورا بكسرية هذا نسيدي وقوع لنية عملية دا سواحي سعانة سيلا قيام ساعة إلا قيام ورعي مركو رسولكو ملايكتي ويديي وحيو الشاقانين وها قف شاقبين مشرقية مغرب كدعضة وداد فربادن قادة سلامكو حيو كديقي غيبة دا يحنطة اسلام كو وحو كدغي قف كو ورانو هبسن انو تبيو ددك كو دحفافيه
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهي فساد كيدي باتدي عن الشيقني أيها كدلان يسور أركان الله بصنعين إبل شد الله حفافيني مركا وركا دادكو أي سود ديب ديبانا مدبمدو ديبو يا دباتو إن كان الشيقني يكو الله مدعي كدلان يعني محادو مالين سامركا الله يلو ورباهن البرقسي عالم كوردن وركي يهدل كي كوغار سينيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو سيقار وقدقي وحي وراركا ضدك لغا فافيه الشرفتو دي دكتو دا يسمعدو دي قيموه دا وحيالي ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال وفي مؤمن غفك كي راه دا وكشيه وكفافيه وحانو كسبنين وانو كتشرين إلهي سبحانه وتعالى نارتو قليارت نارتو وليبا وحو كدتيا هلكا ديعانك أهل النار كو كدعوه ديعانك أهل النار كأيو لحدة بالانا يا نارتين وكتشرا وارنا دياد لوغار قققحو آدو فالحو إلهي بينو نارك مغنقلين ضدكو قدران إمان تصمي إشاعاتك وراران تيرين فافية وحلوران كراوة سياسيين بل وحابي واركان ارين تاسين ايتهاي من السياسة نعم إنه من السياسة ولكنه من السياسة الشيطانية سياسة الشرعية كمين وارين تاسين سياسة داي شريعات وقشهاي سياسة داي شريعات وقشهاي وددك إن لغو معموله أو لغو هقاميه أو لغو إلالية دنهو دا الدنيا كو دا الدينات وحي إلهي سبحانه وتعالى وسودتي عالم كان إن لغو حكومه لغو معموله ونحكم بينهم بما أنزل الله سياسة كستوه تاخل أفسن وسياسة شيطانية لا شرعية وحلياب لددك يقو مسلمين إن قف بين لغا الشيقو إلا الدعاية ديو إن عيبه سو قرصان بنانك لصادقه إن لصمعي ورر آن شرين وبلشد لغود احفا فيه إن لإسدعاء يديه إن أيو أركان هده يقو مسلمين والدين تودو حارن تمنسو إن أيو أركان إن يتهي أرين عادية ووحد باتايا ويراتياني كتشرين بل قفك أرماها سكاها اللوحة اللو أركيا قف جاهل أو دوهان أو متخلفة وسياسة ديا الرمه هذا وحبك فهم سنين سقاب الله يابا يابا أفكر أروح أسوح بنان معها هذا لا يجوز شرعا وحاس شريعهان وبنانا ولا يجوز لك التحاكم إلى غير شرع الله إلهي شرعي سوحانهين إن لو حكم دونتانا وبنانا وادر كيسين رقوا وين او اسفير فيري واد مودين كتيران في حلبة مصارعة يجا يطال لهدي دنبابة يعني اسعاء يعني لعيد والدنبية سباب المسلم فسوق وقتال وكفر اما افير سلان عيان يوح لمدة وكو دنبابة ينتاس والمسلم من سلم المسلمون من لسان ويدي من رسولك يجي الدين تودي السلام نوده كجوانته إلا جواني أنا ويتاه لكن واحد الله يقبله إن بلشده الله قد يجوا واحد نوع عاسين وياه واحد عادية الله يراه ضع ورغم كبرلمانات كلوية قان ومبدأ عندي مقرضية ده إنه قادة ندد كأنه كسو قادة الناس مرايكن كي بس ساسي سمعان ويسفر فرار واحد رد السياسة ده كيرس ودقن كنوع عاسي دينتي انو سيدا عد مقاشين اد قران ايسان ايو قد ديكتي دلي يرتين يد دا يرتين نوح عادي اللو قد ديكو ويقونا تاسي ايكو تربية دوبان وحدو تولي سكول كاي ديقان ايان انتي سفين نقدان وفير يدقا حيسكالات دالان اي راهدان وحدي بام الله هوا دابي عد عيال سكولك وحدو تولينا حافظ حافظ اي سدلان وعيون اي وحي لورن شري اي سميان يا استشيد يا رب شدو كدبنا يرادان
ودليرت عادتي لو حرارت دليرة لما يسكوت الطوحن وحده ومالها لا يجوز يا عباد الله ما بنانا إن دق الإسلام كوان وقولين يدو وليبا للدليشنة يدد كليته إلهي الرسول كيسوا أي نقول إلى أهدين أكد ينينا وللي كواسان أكد ينينا بالشدة إن لو قد يقول وحفي عنو ونكسنين ويهي ورما بنانا ما أنت بنتي دعايتي حنتي اسكدركي شاعاتك يوران الله بن إلا فافيو بين عد والأقية هاي إن بلشدة لقوسي دحدة أيو أيا ددك أني وحلقة داري عنايا ولقوشيك إني تاي سياسة إيا حيالات إيا أرم في عني إني تاي وحدي باتياني كتشري وانا دمقشان إسلام كودا قمضا نوع عاسية سيدو قدقي واجب كوحا ويان قفك استوى الرما نوع عاسية سمي بالربا إلهي الهور قين إياي الدوية النوالة قدت قيّا وحاني وعد أمانا يعني ما عندكم ينفع وما عند الله بق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لما أنت ذي الله بيورت قيّا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وحد الله اللي ارتقي لها يدي أرسو وحانا تشعلين إلهي القبوس ورتشوشيانا ما أنت فرصة يستطى إلهي وقتوبتك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله ورركب الشدة كل إحفافية الدين تودا الدنيا تودا مالكو دا عرض قودية شرف تودا ولالتين مدودا يمدني مدودا وحيالي إسلام كواد بو وقدقي وحانو كدليي أحكام أدك وحكوا الإسلام كوتماني ودوين صحة وهدين لمرو لقى قبت بادي يرغن كانوا عاسية ودوين كاسي وحكوا كاه إن غفك مسلم كاهي بين توسكي لالي لابا غفك مسلم كاهي نوسكي لالي الدرا الدرا لها ضد كاين ليس كد ديرو وضد كي وناق ودحي حمالة دحدي كويس ودوين لك لفقيهم كويس تعلا إلا كالدلو صدح إسلام كوحو كباقي قف كورآن ورن مدي سهوبين إنا نسيت بنوعد كلارو شيقين وريها النقضو قف كلب الشدة كميدها النقضو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبي فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين مرقون باكدن بيس ورانا ذهوبين أداد فافسوا ويران هذا هذا ويسكو يحيي حدونا وحيدات كعذر شاكتين بين إنو يهي ملك اللوغادو وارين تاسي قلبي أقو علي سيصاري دونتا آخران هدان دي لها وقت توبت كينين ملك يدن بيقا إلهي القوهر قيه محكمة دا إلهي واتكم رقون دونتا إسلامكو ودوينكا وكولاد دا قال ما يدغن كنوع عاسي وحكم دا قفك مسلم كاهي قفك كلاي مسلم كاه عرضي سشافتي سيدكتي سيسم عدي سيلو الدلائيني حاران كتينو قادو نبي محمد السوغة وخد بضيني صحابة وطرادة بضنيدي ستمي حجة الوداع وحيري إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه البخاري ومسلم إن الديقين الدالسان حولا حق دركو كالقادتان إن أدمق عدل يسمع حمين اسكو سميسان حرام بيذن كتهاي سيد حرام بيذن كتهاي مالين كم وين يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى بيشوين وابي الحج بلد كان قيمها بضان وبلد الحرام مركز تشوكتان انت سيبا سيد حرام بيذن كتهاي ايا وقتي كستي ملك استوى تشوكتان با حرام بيذن كتهاي اسلام كوحو كباقي قفك مسلم كاي ولا الكيس مسلم كا إنه ملاه وناتشيه وحتى هدوكوها الله هذا المعنى الصحي لنكره ومعنى الصحي اللي قفه السيري كره كحنينان ولا الدونان لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ووركي بين أبورك عايشة لك السمعي إنه بين يهي انتهي دان وقام بأ
ميال حسن وظني سميسان بولي إلهي ملو ناكسن وطرادا وعائشة وقف ناكسن وحاس وكلاء وقوري مينو كشيغي مينو كنفلان مينو ميال ترادان هذه قفك أرنكو كعدة هذا عدين له إلوها الكيدة لكن أرنتو مركي شايع مري سيو كتيري كتين يقيل وقال يورلس لدح مريو قفك مسلم كاي ولال كاي ونا كفلو هبل باو حديبا ليري مركيبا هالراعين وهاورين هاو التوك وان مركو هربان يو كشك سنانو هبل با سينيستيها وانو ساقو ميلا دو مركور وريقي يوليقي واركج مركيبا هايسك الراعين وحونا يكسن ولالكا كفلو كماليسو إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ملاها آن لهين عدين سكيل علي أبو الرسول عليه الصلاة والسلام وحل الشيقة وحاو بين بدوي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ملاها دم بقاهي وملاها تون كل سن يكتري كتان يقيل وقال لسلا الحمرين وعدين هبيراتي عن اللهين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا الدنيا ذا بلايك عذابية كوحة سمائية صفات يرغن كمنافقين تي كمتاي قف كون نقد مرجف مرجف كنا وكي وقفك ضدك لدح قادة وكدح فافية واربيانا أمان هوبين أمر النمدي سبها هوبين لبات هاي كدلنا سيح حماني ونقان كينا هين إلهي سبحانه وتعالى وحوري منافقين يكوى قلبك كبك إيو كوى وراركا سفافية هداني أرنتا سكارين نبي محمد وانا كوكو صليدي دونات دبتنا واد عقابي دونتا مقالة مديننا كوكو لا تشاري ما يعني الدنيا دو إلهي كو عقابة يا عدب كو صليدي كو مسلمين تحمان تكو لحفافيني إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والتاس. الدنيا آخرة إلهي كو عقابة يا كو حمان يا فساد يا شر يا رباط ضد كمسلمين تكو لحفافيني اسلام كوحو كدقي سو شايعاتك يورارك نباتة دالي فافين تودا وغهرتك ومدن وقد ويهو ورارك واوين اي مهم كأه اي امد دين تودا مدنمدو دا نبتقلية دودا ينولشو دراتك كله وحو كدقي اندادك لغد حفافي بقول كيبا بقول هدي دوني انرون هادان dadka qaar kood warka waxay ka eegaanoon xagga runimada runmay aha khalas faafi waxaan isoonayn ta ku dambabi baysan wararka waa weyn ee raadka weyn ka tagaya oo shar iyo fasad sababi kara illa istila sababi kara illa iskhilaafa sababi kara in dad cirdigood iyo sharaftooda meel laga dhaco sababi kara dad inay kala dhintaan ay kala fogaadaan sababi kara أمنيجي أنا بتجلي الرات ككلع عدة ثلاثة جعنتك وهاي ساعة يوم بلوشيجي كرا بلشدنا إلا قد حفا فيها ما بنانا ورياها وتي في كشقيه أما إذا عاد أما تشورنال أما ويب سايت يو أحلى مدة وركستين لفا فيها سلامكم وقلا قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كو إلهي ودلا عينيه ودغن كود مسلمين تو قدق يا عيدر كو رمسا كو سفد ودوامح مركا أسوى قارة وركو صابصا نبت قل يدا يبقاها يا رمها ووين لمتكا أذاعوا به أي نشروه وأشاعوه بين الناس تدك يكون حفافينيا تيفيه كسي دينيان إذا عدي كسي دينيان way qorayaan facebook ay ku qorayaan meel walba way kariidayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri haday u celin lahaayeen cidda talada gacanta ku haysa ee hoggaaminta leh ee go'aan fulin la socota gaari kara iyo kuwa warkaasi dhuuxi kara ee mowqifka saxda ah ay tahay lagu waajaho soo saari kara bi miisaan shara
sidaasi ayaa sida saxda ee waajibka ah dadka hadii loo celin lahaana warkaasi sida loo waajahayo mowqifka laga qaadanayo iyagaa soo saari lahaa laakiin marka cid walba la gaadhsiiyo alaqbiyaa waalsufahaa waalmugafaliin waasxaab ashari waalfasaad dhibaata ayaa warka noocaasiya ka dhalanaysa fattaquu allaha yaa cibaad allah waaxdaruu lishaacaat islaamku si uga digo dhaqanka noocaasiya dad qof kasta wuxuu amray inuu carabkiisa ilaashado maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiib man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir bu rasuulku falyaqul khayra aw liyasmut qul khayran taqnam waskut can sharin taslam carabkaaga haddaad ka adkaan weydo been baad sheegi dad baad xaman waad isku diri doontaa waad caytami war aanad hubin baad sheegi oo dadka diintooda iyo adduunyadooda iyo dadnimadoodaba dhibaateeya dabeetana waxaa ka dhalan doona sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay cadaab adduunyada iyo aakhiraba kugu hela carabkaaga ka adkow khayr ku hadal waad qaniimaysan waxa laala wixii sharacna ka aamus lafahagaad u badbaadi doonta allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annaar allahuma inaa nas'aluka alhuda waaltuqa waalcafaafa waalghina allahuma اغfir lana waliabaa'ina waumahaatina walilmuslimiina waalmuslimaat alaxyaa'i minhum waalamwaat allahuma aslix axwaalana waaxwaal almuslimiin allahuma aslix axwaalana waaxwaal almuslimiin allahuma ahdina wahdi bina waaslixna waaslix bina ya rab alcaalamiin allahuma ijcalna hudaatan muhtadiin غير الضالين ولا مضلين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم من الجوع والعطش والضرك والقحط والجفاف والجدب ما لا نشكو إلا إليك اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وارفع عنا القحط والجفاف والجدب والعطش يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد